متواصلين معكم مشاهدينا في برنامج الشروق ومورنينج الان الى الرياضه مع نوال بوقطاف. صباح الخير نوال. صباح الخير محمد. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اذا محمد يبدو ان الخلاف بين رئيس الرابطه المخلوع محفوظ قرباج والاتحاديه الجزائريه لكره القدم مازال متواصل بدليل يعني واش قرينا اليوم في جريده الشروق اليومي لزميل مسعود علال اللي قال فيه ان مجلس اداره الرابطه المحترفه قرر يرفع طعن لدى المحكمه الرياضيه او لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمه بحجه عدم تأسيس القانوني هكذا. نعم اذا لتفاصيل اكثر حول الموضوع نربط الاتصال باهل الاختصاص وبمحامي الرابطه الوطنيه ماني سعاده. صباح الخير سيدي. الو الو السيد ماني سعاده يبدو ما راهوش يسمع فينا. فيه اليوم الهاتف الخطوط الهاتفيه ما راهيش على اتفاق مع بعضها. نوال اذا في وقت لاحق ربما نروح الى موضوع الحارس شوشي الذي مات امس امام لجنه الانضباط على مستوى الرابطه الوطنيه وتمت معاقبته ب 5 مباريات 2 منها نافذه. ولكن رئيس او المدير الرياضي لمولوديه الجزائر قال انها كانت جلسه استماع فقط. نستمع لتصريح قاسي سعيد اللي كان في ميكروفون زميل كريم بالعربي نتابع. كان منطقي ما نظنش انه كان غير عادل لانه قلناها في بدايه الامر انه ما دام الاول راح والثالث راح الثاني هو اللي من حقه انه يروح. الان نشكر اللي صوت على مولوديه الجزائر وان شاء الله نروحوا باش نشرفوا الكره الجزائريه. اذا هذا التصريح كان بخصوص اختيار مولوديه المشاركه في كاس العربيه. امين اعطينا فقط تصريح بخصوص الحارس شوشي ان كان ممكن. إذا كانت هذه الحادثة حادثة الحارس فوزي شوشي اللي تسببت في معاقبته ب5 مباريات. نعم إذا تصريح نقوله لك قال أنها كانت جلسة استماع فقط. نعود نقوله إلى التصريح الآخر اللي سمعناه منذ قليل بخصوص اختيار دار على القضية الحادثة اللي صارت في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو رفعت على هنا جينا ودفعنا على لاعب شوشي وكذلك المحامي كان تكلم وعطى لي زارغيمون لي باش راح ان شاء الله نعرفوا بلي دفعنا عليها كل قوه. وكذلك بالنسبه لي انا دخولي للملعب وتكلمنا عليها انا سالني قال لي علاش دخلت الملعب. دخلت الملعب لان الامور كانت راح تاخذ مجرى واحد اخر ودخلت باش نكلمي الحاله وتقدروا تسالوا الحكم ومحافظ اللقاء. لو كان الاستاد هذاك ما كانش في التيران الاستاد لا بال دروا يكون في لامان كورون. دونك لو كان ما كانش في داخل الملعب كان شوشي عمره ما يوصل هذيك الحاله هذيك. دونك جو بونس باللي يفو فوار علاش شوشي تصرف هذاك التصرف. يعني قلت انا صرحتها بعد المباراه اي واحد يعني تقبل ممكن تصبر على جمهور هكذا في المدرجات يشتموك لكن واحد فاس فاس لازم شويه هذا يعني ما ناش نبرروا من التصرف تاع شوشي لانه يعني شوشي احنا راهو معنا راهو عنده يعني العقوبه تاعه مع الفريق لكن بالنسبه باش يتعاقب هكذا من الرابطه بعقوبه قاسيه انا نظن الحكم راح يكون ان شاء الله كليمو يعني رحيم وان شاء الله شوشي يرجع في اقرب وقت. ما نساوش انه هو حارس دولي والمولوديه عندها مقبله على مباريات قويه. اذا كان هذا تصريح مدير رياضي لمولوديه الجزائر بخصوص قضيه شوشي واللي شوشي حيكون غائب عن المباراه المهمه في اطار نصف نهائي كاس الجمهوريه امام شبيبه القبائل يوم الجمعه بملعب حملاوي بقسنطينه. اذا استمعنا منذ قليل الى تصريح قاسي سعيد بخصوص اختيار فريق مولوديه الجزائر. هذا الاختيار اثار ضجه كبيره محمد خاصه من جانب شباب الوزداد ومولوديه وهران الذين كانا يأملان في المشاركه في هذه المنافسه بحجه يعني توفر
توفر المعطيات اللازمة أو شروط اللي اشترطها الاتحاد العربي للمشاركة في هذه المنافسة، ويعني تساءلوا عن العوامل اللي خلت أو الكريتير اللي خلاو الرابطة الفاف تختار مولودية الجزائر. نسمعوا فقط إلى تصريحات الحملة وبخصوص يعني التنديد بخصوص منع فريقهم في المشاركة في المنافسة العربية، نتابع. احنا مناصرين ما نكروش مولودية العاصمة، شوالا خيروا واحدة من الصيف من الشرق، من الوسط خيروا ليزما، من الغرب احنا مشرفين الغرب ماشي غير في الكوب دارب، مشرفينها في فليتيت عندنا 14 شوبين و 4 كوب دارجيري. انا باين نفهم على خيروا مولودية العاصمة. سيبورتير والجمهور يعرف قوانين تاع الكوب دارب والاتحاد العربي باللي اللي عندها اكبر نسبة تاع الحصول تاع الكوب دارب هو يحق لها المشاركة. حنا عندنا اكبر نسبه ماشي لامسيه ولا لوزما، كيف الدوله لامسيه ولوزما بجوج من العاصمه وما دو واحده من الغرب بريزيتو كاع لي زيكيب ديتو جوج من العاصمه اذا كانت هذه ردود افعال انصار الحمراء وحول المشاركه. نعم، نعم، حتى شباب الوزداد ندد بعدم المشاركه، اذا ربما ماني سعادة جاهز. اذا صباح الخير سيدي. صباح النور. نعم سيد ماني سعادة، يعني اليوم لحقنا خبر أنه الرابطة قررت رفع يعني طعن بخصوص قرار المحكمة الرياضية لدى مجلس قضاء الجزائر، هل من معلومات جديدة أو هل من مستجدات بخصوص هذه القضية؟ نعم بالتأكيد نأكد هذه المعلومة اللي تشرفتهم بذكرها أنه اليوم إن شاء الله سنودع استئناف ضد الحكم اللي صدر عن المحكمة التحكيم الرياضية، وهذا بعد تفكير طويل وعميق باش ما ندوش القضية تاعنا المحاكم الأجنبية نعرضوا النزاع في لوزان. حنا ارتأينا وخممنا باش نبقوا النزاع في الداخل، ولهذا ما رجعنا للقانون واحتكمنا القانون وشفنا بلي كاين صلاحية يسمح لنا القانون باش نقوموا باستئناف ضد هذا الحكم امام مجلس قضاء الجزائر العاصمه، اذا سنودعه اليوم ان شاء الله. نعم سيدي، فقط متى سيعقد رئيس الرابطه المخلوع محفوظ قرباج، متى سيعقد ندوه صحفيه اللي كان قال انه سيعقد ندوه صحفيه؟ احنا كنا نستناو باش نقوموا بهذا الاجراء، ومن بعدها ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله في فور بيانتو ان شاء الله غادي نعقدوا ندوه صحفيه ونوضحوا فيها كثير من الامور اللي كانت غامضه ربما واللي كانت لاناره الراي العام. نعم، وهل يعني كيفاش الرابطه الوطنيه، هل من المعقول يعني ان ما ديرش الجمعيه العامه يعني هي اللي عندها صلاحيات باش تدير الجمعيه العامه وتقديم التقريرين المالي والادبي، يعني كيفاش تفسر هذا الموضوع؟ هذا الإشكال ماشي حنا اللي خلقناه، ماشي الرابطة المحترفة اللي خلقته، ولكن الفيدرالية بقرارها تحت حزب التطوير، لأنه دروك راهم أمام حائط، ما ينجمش يديروا جمعية عامة للرابطة، وحنا حاليا مادام راه كاين حكم المحكمة التحكيم الرياضية اللي رفض لنا الدولة عدم التأسيس لها أمام الاستئناف. دونك حنا ثاني من الجانب هذا لازم حنا ثاني نشوفوا نلقاو حل باش نديروا الجمعيه العامه. لانه دروك الاشكال هذا اللي تم اثارته من طرف الفاف، لانه من غير المعقول ان الفاف تعقد الجمعيه العامه العاديه والرابطه التي تنطوي تحت الفاف ما تديش الجمعيه العامه. يعني كل هذه النقاط راح كل هذه النقاط راح تشرحوها في في الندوة الصحفية التي سيعقدها الندوة الصحفية إن شاء الله. نعم، إذا سيد ماني سعادة شكرا لك على هذا التدخل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. شكرا لك نوال بوقطاف على هذه الجولة في أخبار الرياضة.